كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شكرا سي سعيد للاستضافة. التطرق لهذا الموضوع ديال الإرشاد السياحي إقليم الصويرة، كما تعلم بأنه المرشد السياحي كينتمي لواحد السلسلة ديال القيام في القطاع السياحي، يعني الفنادق، أصحاب المطاعم، النقل السياحي. المرشد السياحي أيضا يعني ينتمي لهذه السلسلة هذه اللي تضرر بطبيعة الحال، غير الفرق اللي أساسا كاين ما بين المرشد السياحي وحتى الناس اللي خدامين في القطاع السياحي، بأنه المرشد السياحي ما استفدش نهائيا يعني من الدعم اللي دارت الدولة لأسباب عديدة، لأنه واحد العدد كبير من المرشدين السياحيين ما كاينينش، يعني ما مسجلينش في الضمان الاجتماعي، وكذا يعني ما عندهمش بطاقة رميد، لهذا يعني خلاهم ما يستفدوش من هذا الدعم اللي دارته الدولة. طبيعة الحال كتعرف بأن السياحة الاقتصاد ديالها مبني بواحد درجة كبيرة على السياحة، والمرشد السياحي الآن في عطالة تامة منذ تقريبا شهر مارس الفائت. الإشكال اللي كاين هو أنه حتى البدائل دابا اللي كتهضر عليهم الدولة يعني من سياحة داخلية، المرشد السياحي اوتوماتيكمون، وكنظن حتى النقل السياحي ما غاديش يستافد منهم بدرجه كبيره، المرشد السياحي بصفر، لانه كما تعلم بانه المغاربه ما عندناش في الثقافه ديالنا ياخذوا مرشد سياحي يخدموا معاه، هذا كيعني بانه العطله ستدوم. الى متى؟ هذا سؤال كبير. الى كنا كاع نكونوا ايجابيين لواحد الدرجه كبيره غنقول بانه العطله ستستمر الى نهايه السنه، هذا في احسن الحالات. يعني تصور معايا المرشد السياحي ما استفد من حتى شي، تقريبا ما استفدش من الدعم، و ما غاديش يخدم لمده 6 أشهر او اكثر، يعني هذا سؤال كبير. بطبيعه الحال كاين هناك محاولات يعني خاصه من الجامعه الوطنيه للمرشدين السياحيين باش نتلقاو شي صيغه بانه المرشد يستفد من شي دعم، ربما يعني بصيغه من الصيغات، لكن باقي مجهودات كيداروا باش نقنعوا الناس، نقول لهم بانه راه المرشد السياحي راه في عطله تامه، ونتمنى يكون هناك شي حل بطبيعه الحال. على الصعيد الاقليمي كتعرف بانه تقريبا المرشدين العدد ديالهم كاين واحد 30 مرشد، على الصعيد الوطني كاين 4000 مرشد. على الصعيد الاقليمي حاولنا يعني من داخل المجلس الاقليمي للسياحه باش درنا واحد العمليه دعم لواحد العدد ولو قليل من المرشدين السياحيين، ولكن المهم ماشي غير المرشدين السياحيين، درنا لكاع الناس العاملين يعني بالقطاع ديال السياحه، ولا بد من حل لانه ستكون هناك كارثه. المرشدين السياحيين ما غاديش يتقوا باش يعيلوا العائلات ديالهم، وكنطلبوا كاع من الناس سواء من داخل القطاع السياحي او من خارجه يعني ينظروا للمرشد لانه في ورطه كبيره، يعني كان من بين اكبر المتضررين، خاصه وانه القطاع السياحي، ان مدينه الصويره هي كتعتمد على القطاع السياحي بالدرجه الاولى في غياب مصانع و لا، هو الضرر كاين على كل شيء، هذه نعم. لا ولكن من اكبر المتضررين اتفق معك بحكم بانه ما استفدش يعني من الدعم ديال الدوله بطبيعه الحال، ولكن صويره كمدينه راه مدينه سياحيه، راه الا ما كانتش السياحه نعم. سنقولها مباشره ستموت، يعني لا بد من حل ولا بد من بديل. نعم سي ميلود، قلتي في معرض الحديد ديالك انه خص ما عندناش هذيك الثقافه ديال انه السائح المغربي يعتمد على مرشد سياحي، يعني باش يوري المعالم والمآثر التاريخيه، ولكن زعما ما كتشوفش معايا انه الشيء اللي كيجعله ما يزعمش ويشوف مرشد انه ربما يخاف من مقابل مادي يقدر يكون كبير مثلا مقارنه مع المقابل اللي كيشدوا من عند الاجانب. لا كاين ثقافه، اولا ثقافه ديال تاخذ مرشد، لان كنشوف مثلا الصيف كتشوف هنا العدد، مثلا كنهضروا على صويره والمدن اخرى كيجي عدد كبير من 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 من, من الناس، من الناس اللي كيسافروا المغاربه، ولكن ما كايناش ديك الثقافه، يعني كتلقى مغربي كيدخل المتحف او كيدخل لواحد يعني مآثر تاريخيه بدون الاستعانه بالمرشد السياحي، نعم. اللي هو عنده معلومات كثيره
وعنده الصيغه باش يوصل باش يعيش هذاك السائح في واحد الجو يعني يعطيه معلومات على ذاك الموقع. ما عندناش الثقافه اضافه كاين طبيعه الحال مقابل مادي، ولو بان في الظروف مثلا نقدروا نهضروا على كما غدير الفنادق او المطاعم راه خصهم ينقصوا من الثمن الا بغاو يشجعوا السياحه الداخليه. السياحه الداخليه نعم، لا يمكن يعني تشجيع السياحه الداخليه بدون تنازلات، خصكم تنازلات ضروري. هذه ازمه وخصنا تدبير ازمه. تدبيرنا هنا كنهضروا على وطن، هنا كنهضروا كما قلت لك لانه اقليم الصويره كيعتمد على السياحه، خص غير انقاذ الاقليم، ما كنهضروش على الربح او كنهضروا على انقاذ الاقليم وتدبير الازمه الى حدود يعني تعافي السياحه مجددا ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.